لا إله إلا الله، ولدي حمود حبيبي ينتظرني في الخيمة، ينتظرني على أساس أني بجيب له لعبة، وأنا من وين أشتري لعبة وأنا ما عندي فلوس؟ يا رب ساعدنا يا رحمن. يا رب حصل لي اسمك هنيه في المايه وراح ابيعه، وش اللي مجلس المساكين هنيه جنب البحر. لا اله الا الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، خلني ابدا. يا رب اصيد لي سمكه ولا سمكتين. وش في ذا شل مجلس المساكين هنا؟ شوف والله شكله ما عنده فلوس. فقير والله فقير. يلا يا الله، وش اسوي ذا؟ وش اللي يدخل الحبل داخل المويه؟ وش اسوي ذا؟ الله. إيه. اوكي والله كاني مسكت لي حاجه. يا رب احصل سمكه كبير. اوكي والله كان جبته. الله اعوذ بالله، والله شكله ذا حرامي. يا ربي والله لازم اشوف. وش فيه؟ وش اللي طلع من البحر؟ الحمد لله، والله سمكه يعني متوسطة الحجم، ما هي بكبيرة ولا هي بصغيرة. خلني أروح أبيعه في السوق، لعل وعسى أجيب لي 20-30-50-100 ريال، أي شيء، أهم شيء إني أروح أبيعه وترزق الله. كيف يعني يروح يبيعه ويجيب فلوس؟ شلون كذا؟ والله لازم. وين رايح ذا؟ يلا خلني اروح، يا رب احصل لي زبون كويس يعطيني 100 ريال ولا 80 ريال بس. والله عندي فكره، خلني اروح اصيد سمكه بعد، اطلع السمكه من داخل البحر. لا اله الا الله. بسم الله السناره حقته موجوده هنية. يلا خلني استخدم السناره. يا ربي كيف شلون كيف صاد السمكة؟ هو حاط له قطعة لحم في نهاية السنارة. يلا خلني نشوف. يا رب أطلع لي سمكة ولا قرش ولا دجاجة ولا أي حيوان من داخل البحر، بس علشان أروح أبيعه وأشتري لعبة لولدي حبيبي الغالي مسكين جالس انتظرني في البيت. يا ربي كيف ذا؟ كأنك في حاجة يتحرك. دقيقة خلنا نشوف شلون اجيبه فوق. والله بغطيح، والله شكله ذا ثقيل. وين رايح ذا؟ يا ربي خلاني ادور وانا في محلي 360 درجة. يا الله والله شكلي مسكت سمكة والله. طيب كيف الحين اجيبه فوق؟ ايوه كذا تمام. يا الله الحمد لله قدرت أمسك سمكة. خلنا نشوف الحين وين أروح أبيعه. كيف أمسكه في يدي؟ والله ما أدري. جبت السكينة. خلني أروح أدور لي ناس يمكن بيشترونه بيعطوني فلوس. يلا دقيقة خلنا نشوف. يا سمكة، من اللي بيشتري سمكة؟ عند سمكة ب50 ريال. يا الله يا رب احصل لي حاجة، احصل لي نفر ولا نفرين يشترون من عندي سمكة. يا سمكة، انا عندي سمكة، من اللي بيشتري ب50 ريال؟ عرض خاص 50 ريال. ب50 ريال سمكة، ب50 ريال، من اللي بيشتري؟ شكله ذا بيشتري. خلني اسأله. يا حبيبي وخر وراك. يلا وين رايح؟ يا الله خلني ادور لي ثاني مكان نفر ثاني. دقيقة خلني اسأل. تعال يا الغالي تعال. يا الله مصيبة. تعال عندي سمكة. اقول وخر وراك وريحتك مخنزة يا اخي. وش اللي ريحة؟ يلا تعال العظيم.
السلام عليكم، اسمع يا الغالي، انا عندي سمكة ممكن تشتري بخمسين ريال بس، تعال وين رايح يا رجال انت؟ يا الله، انت بتشتري يا اخي؟ روح ريحتك مخنزة. ايش اللي ريحة يا اخي؟ هذا تراه النعمة من عند ربنا. يلا يلا بس، تعال تعال. حسبي الله. اسمع يا بنت، يا بنت، يا بنتي، ممكن تشتري سمكة باربعين ريال بس. أربعين غالي والله مرة. اي حتى أربعين غالي، انتو ايش فيكم؟ تعالي يلا بس انقلع. الله وش فيكم؟ خلني اشوف النفر هذا يا رب يشتري. السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. تبي تشتري سمكة باربعين ريال؟ والله قبل شوي كان بخمسين ريال. اسكلام انتك، انت مجنون؟ راه انت مخنز ريها. زين زين خلاص، من زين ريحتكم الحين. ايه والله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عندي سمكة بتشتري. اقول ايش دخلني، راح انقلع بس. حسبي الله نعم الوكيل. طيب عندي سمكة بتشتري. سمكة؟ والله كاني سمعت تقول بخمسين ريال، بخمسين ريال، ما ادري باربعين ريال. انت كم بتبيعها؟ اي باربعين ريال والله زي ما سمعت يا اخوي. تعال تعال. تبي حطه فوق الطاولة. اوكي اوكي اوكي. يا الغالي ترى انا حطيت سمكة قدامك، يلا عطني الفلوس الله يبيض وجهك. زين ان شاء الله فيه العافية ان شاء الله. قبل شوي كانت بخمسين ريال، الحين باربعين ريال. طيب اسمع، بعتك عشرين ريال. تبي ولا لا؟ عشرين ريال. اي عشرين ريال، خذ يلا. زين زين يلا مشكور. الله بعشرين ريال، بعشرين ريال ما عليه يلا. الله والله اني انا حلمي اني اجيب طفلي هنا في الملاهي الالعاب وخليه يلعب، بس يا رب ما عندي فلوس، وايش اسوي انا يا رب العالمين؟ عندي عشرين ريال بس بشتري فيه اكل ولعبه. خلني ادور محل. يا سلام عليكم يا اخوي. الو، تعرف محل يبيع العاب هنا قريب؟ انا مش دخلني، انقلع بس. تعال رد علي يا اخي، ادري ريحتي مخنزة بس وش اسوي انا مسكين، انا ما عندي عطر. في محل هنا، خلنا نشوف. الله اكبر، الله، محل العاب، ملابس وكتب. يا الله يا راعي المحل، وينك يا راعي المحل؟ يا طيب تعرف وين راعي المحل ذا؟ تعال يا هو. يا ربي من لي هنا؟ من هو؟ هلا يا صديق. هلا هلا. فقير جاي في محلي. ايوه. وش تبي ها؟ كيف اقدر اساعدك؟ اسمع يا اخوي، ابغى لي لعبه او اي شيء ب 10 ريال بس. 10 ريال يا اخي ما مره قليل، ما في شيء ب 10 ريال. اي ب 10 ريال. راح بس، ما عندي حاجه ب 10 ريال. يلا يا الله، وش المساكين يجون عندنا؟ يا اللعبة ب 12 ريال، ب 12 ريال. اللعبة عرض خاص ب 12 ريال، 12 ريال. حسبي الله، يعني ايش اللي 12 ريال؟ عبس علشان ريالين تطردني من محلك؟ حسبي الله. اوه نظارات ما شاء الله. والله جتني فكرة، يا رب احصل نظارة ب 10 ريال. يا رب يا راعي المحل، وينك يا صديق؟ يا الحبيب الغالي. هلا مرحبا. ها هلا والله. ها كيف اساعدك؟ اسمع، ابغى لي اكيد تبي نظاره صح؟ اي ابغى لي نظاره. طيب كم تقدر، وش ميزانيتك؟ ب 10 ريال بس اذا تقدر الله يخليك. 10 ريال ما عندي شيء ب 10، خلني اشوف. اوكي اوكي الله يجزاك خير. اوكي دور لي واحده كذا للطفل عمره 10 سنوات، يعني هات لي شيء حلو يعني يعجب ولدي. والله ولدي مساكين والله. طيب خلني اشوف. اسمع خذ هذا ترى ب 15 ريال، اوكي تبي ولا لا؟ 15؟ ما عندي 15. اقول ها خذ خذ، توكل على الله بس. الله يجزاك خير يا حبيبي، بيض الله وجهك. يلا مع السلامة. الحمد لله حصلت لي نظارة، بروح بعطيه لولدي يا رب يعجبه، بس يا رب يعجبه. الله شوف الالعاب، والله انا حلمي اني اجيب طفلي ولدي اجيبه هنا اياه حبيب قلبي. الله يا رب شوف الالعاب كيف. ما عليه ما عليه، ان شاء الله ان شاء الله راح اجيبك يا ولدي هنا، خليك تلعب في ذا الملاهي ان شاء الله. يلا خلني اروح عند ولدي. السلام عليكم شباب، كيف الحال؟ اسمعوا شباب، ترى في زر السبسكرايب تحت، ان شاء الله تتعشى جنبه او ترقص فوقه ما ادري، اهم شيء انه ينضغط. باي باي.